السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله الحمد. سيارة الأخ العزيز من إمارة أبو ظبي وصلت المستودع عندنا إن شاء الله، بنخليها لحين الشحن إن شاء الله. الشحن بيكون هالأسبوع. هالأسبوع عندنا عدة سيارات بتطلع إلى دولة الإمارات، وسيارات بتطلع إلى ميناء جدة. لله الحمد ما زال الشحن مستمر، وما زلنا نستطيع الشراء من أي مكان في أمريكا. اللي حاب مثل هاي السيارة أو أي سيارة ثانية يقدر يتواصل وياي على الأرقام اللي موجودة في الشاشة. بإمكاننا أن نشحن إلى أي مكان في العالم طالما مسموح الشحن له. شكرا لكم، منصور الحمادي.